اهلا وسهلا فيكم. انا صباح فتوش للي ما بيعرفني. بمناسبه شهر رمضان الكريم حبيت عايد عليكم وقلكم كل عام وانتم بالف خير، انتم وحبايبكم وقرايبكم ينعاد عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. والحقيقه الله يبعد عنكم هالوباء هذا اللي موجود يعني. وبدي شغله ثانيه لكم عليها، انه لا تنسوا شغله النظافه وشغلة تغسيل الإيدين من 20 ل 30 ثانية. صار لي عدة مرات بحكيها، أنا دائما بالطبخ بحب أحكيها وعيد، إنه النظافة والتباعد الاجتماعي شغلة كتير كتير مهمة. يعني أكيد عم تسمعوها أنتم دائما، بس أنا الحقيقة من أهلي بشوفهم إنه ما كل قد مهتمين بالموضوع وشايفين كل اللي عم بيصير بأوروبا يعني وبالعالم. فأرجو إن شاء الله إنه يعني تشوفوا هالموضوع هذا وتنتبهوا. وهلأ بشهر رمضان بتصير عزايم كتير وقرايب والشغلات هي، يعني بتمنى إنه ما تعملوا هالقصة. يعني كل إنسان لحاله، كل عائلة لحاله، ما تعملوا هالعزايم. الحقيقة إنه أنا يعني شايفة هون المواضيع شلون وحاسين فيها، فبتمنى انتم الله لا يصيبكم ولا يضينكم، لا يصيبكم لا اذى ولا يضينكم بجاه النبي. والله يحفظكم، الهي يحفظ يعني حبايبكم وقرايبكم. وان شاء الله رح تشوفين محضرت لكم انا كم اكله رمضانيه ان شاء الله يعجبوكم، يعني على طريقتي. بتعرفوني انا طريقتي، يعني انا انسانه طبيعيه اللي بيطلع معي بساوي يعني. وكثير انا بدي اتشكركم كمان على المسجات الجميله اللي بتجيني والحلوه. والله احيانا يعني كثير بعيد قراءه المسج عده مرات قد ما بحس بسعاده من المسجات اللي بتبعتوا لي اياها. فبشكركم كثير كثير كثير، واعذروني بهالفتره ما عم بقدر كثير جاوب على كل الناس. انا بحب جاوب، مو بس اكتب حط القلب، يعني بحب جاوب يعني انا، بس احيانا الظروف هلا عم تمنعني يعني. فأرجو المعذرة، بس حقيقة كلاتكم يعني صرتوا قراب كأنكم من أهلي يعني اللي بتبعتوا لي بشكل دائم. بشكركم كثير وبتمنى إنه يكون رمضان يعني كريم عليكم وعلى عائلتكم وعلى أهلكم وعلى حبايبكم يعني. وإن شاء الله بالفيديو الجاي رح أسوي لكم هلا واحد ثاني إن شاء الله عن قريب، ونقدر ناخذ ونعطي يعني هيك يعني بالأسئلة اللي بدكم إياها نجاوب عليها ونحكي مع بعضنا بس. وإن شاء الله يعني بتقضوا رمضان على خير وسلامة، والله معكم مع السلامة. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت. قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيكي بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.